بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، طمعا ورجاء في أن يظلنا الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. عقدنا هذه الحلقات لكي نتأمل هذا الحديث العظيم عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكي نأخذ من هذه الصفات السبع التي يظل الله أربابها بظله يوم لا ظل إلا ظله نبراسا لنا وعلم هداية لنا، نأخذ في كل صفة نموذج ونموذج ونموذج حتى نبلغ بها سبعة نماذج، كي نقتدي ونتأسى بهؤلاء القوم الكرام الذين برزت عليهم صفات المستظلين بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الصفة التي نحن بصددها في حلقتنا هذه هي ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله برهان، أي نور وحجة وهداية من الله جل وعلا، تثيب العبد ثوابا عاجلا وآجلا في العاجل بأن يضاعف له في رزقه وأن يعوضه الله خيرا منها، وفي الآجل بأن يجد ثوابها عند الله عظيما. إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة مثل جبل أحد، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نموذجنا في هذه الحلقة رجل شهم هاشمي كريم فاضل، هو الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب، وهو الشقيق الإمام العادل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. جعفر بن أبي طالب يكبر عن علي رضي الله عنه بعشر سنوات، أسلم مبكرا ولم يدخل الإسلام حينما أسلم أكثر من 25 الرجل أو قريبا من ذلك ما دون 30، فكان من السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. جعفر بن أبي طالب بذل المال والنفس والنفيس في مرضاة ربه جل وعلا، هاجر إلى الحبشة، ترك الوطن، تحمل الغربة وبلاءها وما فيها في سبيل الله جل وعلا، ثم قدم المدينة، فكان قدومه على رسول الله في يوم أن فتح خيبر حتى فرح النبي بقدومه فرحا شديدا، فقال: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر عليه رضوان الله ورحمته وبركاته. مكث في المدينة سنتان ونيف، لم يمكث بها طويلا، حتى أمره النبي أن يخرج إلى الروم مقاتلا، فقتل بمؤتة رضي الله عنه وأرضاه. في تلك الفترة الوجيزة التي قضاها في المدينة عرف بين الصحابة بأبي المساكين، كان يلقب بهذا ويكنى بهذا لكثرة نفقته، لكثرة صدقته، كان من العباد الذين يتصدقون لوجه الله جل وعلا سرا وعلنا ظاهرا وباطنا عليه سلام الله ورحمته وبركاته. جعفر بن أبي طالب عظمت منزلته في قلوب الصحابة سيما الفقراء منهم، حتى جاء عند ابن سعد وغيره كان جعفر بن أبي طالب يحب الفقراء ويجالسهم ويخدمهم ويخدمونه رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة أحد هؤلاء الفقراء، كان يحب جعفر حبا جما، وكان يرى له القدر والمكانة، حتى عبر عن محبته هذه بأن كان أبو هريرة يقول: ما لبس الحذاء ولا وطئ الثراء ولا ركب المطايا بعد رسول الله خير من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جعفر بن أبي طالب يحكي موقفا من مواقفه في الإنفاق التي تتكرر بتكرر الأيام والليالي أبو هريرة. قال أبو هريرة فيما ذكره ابن سعد وغيره من رجال الإسناد والحديث، قال: إني لألصق بطني بظهري وبالحجر من شدة الجوع، يعصر على بطنه من شدة الجوع وما يلقاه من أليم الجوع وشدته أيام كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت لأستقرئ الرجل الآية من القرآن وأنا أعلم به منها، أنا أعرف الآية
غير أني أريده أن يرى فاقتي وما أنا عليه علّه أن يقول هلم إلى بيتي وتعال إلى منزلي كي يكرمني ويطعمني بشيء من الطعام. لكن الصحابة هم الآخرين لم يكن كلهم يجد ما ينفق ولم يكن كلهم يجد ما يبذله لوجه الله جل وعلا. ثم يقول أبو هريرة: وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان معه في بيته حتى إنه كان ليخرج لنا العكة التي ليس فيها شيء فننشقها. العكة هي القربة التي يجمع فيها السمن أو العسل. قال أبو هريرة: فنشقها فنلعق ما بقي فيها، أي يخرج لهم ماله كله وما عنده في البيت كله صدقة لوجه الله جل وعلا. من مثل جعفر وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر، رضي الله عنه وأرضاه. لم يبق طويلا بينهم حتى ذهب إلى الروم في غزوة مؤتة، فقتل هناك شهيدا بعد أن قطعت يمينه وشماله في سبيل الله جل وعلا وهو صائم. قال ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري: فعددنا في جعفر بن أبي طالب 80 ضربة كلها فيما أقبل من جسمه، ليس في جنبه ولا ظهره منها شيئا، رضي الله عنه وأرضاه. وقرب إليه الماء قبل موته: اشرب. قال: إني صائم. قيل له: أفطر الآن وتصوم يوما آخر. قال: لا، أشتهي أن أفطر في الجنة. فأفطر في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: أبدله الله مكان يديه جناحين يطير بهما في الجنة. قالت السيدة عائشة كما روى البخاري في صحيحه: لما جاء خبر موت جعفر عرف الحزن على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عباد الله المتصدقين الباذلين رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في دار الكرامة. هذا النموذج نرسل منه رسائل لي ولإخواني معاشر الشباب. لم يكن جعفر إلا شاب نشأ في طاعة الله أكثر الصدقة لوجه الله جل وعلا والإنفاق في مرضات الله، فمات يوم مات واستشهد حين استشهد وهو دون 40 من عمره، لم يجاوز مرحلة الشباب التي يظل فيها ويغرق في حب الدنيا كثيرا من عباد الله، إلا أنه كان رجل يحمل صفات عديدة من صفات الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته وتحت ظل عرشه في ذلك اليوم، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.